اهلا وسهلا بكم في الجزء الاخير من حلقتنا اليوم السحور بتال القوس مع ضيفنا العزيز الاستاذ عبد الرحمن الراشد. انا ممتن جدا لحضورك، وبالمناسبه قبل يعني اتكلم ارتأت إدارة المحطة اليوم تمديد الهواء استثنائياً إلى 10 دقائق تكريماً لحضورك ولجيتك. الله يخليك يسلمك. أنا قال لي بتار إنه أنا كنت ضيفه الليلة، بس فكرت ضيفه في البيت مش ضيفه في الاستوديو، يعني الاستوديو بيتك بالعكس. بيت أنا والله ممتن له جداً يا علي، يعني شرفنا أستاذ عبد الرحمن، قامة كبيرة يعني محتاجة يعني أكبر من أن يعرف يعني. وأنا ممتن لك جدا سعد الرحمن، كثير رجل ترك بصمة في حياتي. بس خلينا نبدأها صح في الأول، ما في أستاذ عبد الرحمن ولا أستاذ علي. علي بتار عبد الرحمن تحسح في اجتماعات. والله أنا أخجل إني أقول لك عبد الرحمن مباشرة. نعم الحقيقة فممتن جدا لحضورك. الله يخليك. ورجل ترك، كل من عمل معه ليس أنا، ترك بصمة، لابد بأنه ترك بصمة. نعم في حياته، رجل غير المهنية، إنسان في تعامله الإداري مع الجميع. ربما هذه الميزة هي الميزة الأكبر بقاء في نفوس وأذهان كل من عمل مع عبد الرحمن الراشد. نعم أنا ممتن جدا لحضوره، شرفني الليلة أنا قبل دعوة بأن يكون الضيف. الله يخليك. أنا سعيد يعني شفت تواضع يعني الرجل اللي تترجم مقالاته في البيت الأبيض. لا 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 مو صحيح. لا لا يا الله أنا بحالي وعسى يخلص. يقبل بأن يكون يعني ضيفا على ضيف تافه ومذيع غير تافه. لا بالعكس أنا سعيد جدا، يعني علاقتي ببتال علاقة شخصية مش بس يعني وظيفية. ويعني أعتقد في مشوار طويل ونص مشاكلي من بتال يعني ما أحب. كيف كانت هذه المشاكل؟ كيف كنت تتعامل معها؟ أول شيء الشهر مبارك عليكم. عليكم عليك. يعني الحقيقة هي جزء من الشغل، بس المشكلة الرئيسية إنه الأمور تكون هادية 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 هادية، بعدين فجأة بعد أسبوع 3 أسابيع تجيك الدنيا مولعة. وبعدين لما تولي احنا مثلا في الاخبار السياسيه عاده بتصير مشكله، وهذا طبيعي كل يوم يعني تقريبا ولا كل كم يوم يطلع عندك مشاكل سياسيه. بس المشاكل السياسيه تستطيع تقرا انه والله أن عندك لها حلول معينه، لها زمن معين بعد يومين تخلص. المشاكل الرياضيه ما تخلص، نفس الموضوع يبقى معاك فتره طويله ويستمر ويصير معارك. لكن وصعب الحقيقه النقاش فيه لانه ما في منطق احيانا. في عاطفه ولا في معايير محددة، يعني تقول والله يا جماعة تتناقش الواحد 6 ساعات وما تخلص تقنع الناس فيه، يعني حتى لو كان ناس موضوعيين وإداريين وفاهمين وكبيرين في السن برضو في الرياضة ما تقدر. صحيح. في أشياء شخصية تغلب، يعني تغلب دائما في خصومات طبعا، وفي الحقيقة عاطفة جياشة بموضوع الرياضة أكثر. صحيح. كان هامش نماجي طبعا موضوع الرياضة. لا موضوع الهلال يتعبك أنت طبعا أنك هلالي. هلالي سابق. أنا هلالي، لا أنا هلالي يعني عتيق، ما بقول سابق يختلف فرق بين الثنتين. لا أنا هلالي عتيق، بس يعني ما في شك الحقيقة دائما تمنياتي أن العرب يطلع فيها شوي هلالية أكثر. حتى تقول أنك تفاجأت أنت في عدد النصراويين كثير في القناة العربية ثنائي دارتها. أنا فوجئت. مو انت، انا اكتشفت انه لما فاز النصر ذيك المره فجاه في احتفالات في النصف الاول مره بدور الرابع، في النصف الثاني في غدا، اكتشفت انه كل اللي واقفين وساكتين واللي جالسين الفتره الماضيه كل اللي يسمونهم الخلايا النايمه النصراويه، طلعت كلها نصراويه في الزملاء عندنا. نعم بالتالي ما كان خليه نايم. لا كان في قصص كويسه ذيك الايام، يوم النصر طلع يفوز في الموسم اللي كان في العراق. مره واحده يعني. اي عراق بين الهلال الموسم ده فاز. ترى انت ما تابعت. ترى فاز المره هذه. بعدين الشباب والناشئين لا كان في اجتماع التحرير طبعا في العربيه رئاسه سعد الرحمن كل اسبوع. فشاف انه في يعني قال بعدين ايش الموضوع؟ كل ما النصر النصر النصر. النصر كان يدوب فايز على الهلال كاس ولي العهد وفايز الدور الاول العام. فقال له واحد من الزملاء يعني يبغى يشرح لاحد زملائنا الصحفيين اللبنانيين، فقال له يعني حدث في المجتمع هذا قاعد يصير تغيرات في المجتمع. فهذا زميل اللبناني يسال يقول يعني شو النصر شو عمل؟ قال له القاعده الاعلاميه يعني مش غريب النصر يفوز، مش غريب الهلال يفوز، عادي نتعامل مع الحد، بس النصر لها 20 سنه في غيبوبه. قال له يعني ايش؟ قال له على القاعده الاعلاميه الرجل عض الكلب خبر. قال له طيب الكلب عض الرجل خبر؟ قال له لا. قال هي دي اللي صاير الان. نعم
لكن كيف تعمل؟ تتذكر قضية إيمانة وبتال وظفر الله المؤذن والمعركة ذيك؟ إيه حدمصت معركة مرة فيها. لا بس كانت الأشهر. إيه حقيقة كانت هي يعني قامت على هي في النهاية فيها قصة صورة وفيها يعني هي صورة الحقيقة أكثر من كونها موضوع. شكرا. وهي قصة الصورة يعني شوف يعني في النهاية تعرف الصورة لحظة واللحظة احنا عارفين إذا واحد صارها وأخذها واستخدمها ممكن طبعا طلع منها قضية بس فعلا يعني ما تستاهل يعني وجهة نظري انه هي خبر بس تنتهي من نهاية الخبر ذاك اليوم 16 ساعة 20 ساعة بعدها ما تصير قضية يعني ما في قضية الحقيقة لكن يبدو أن القصة كبرت أكثر من كده وأنا ما كنت فاهم يعني خلفيات الموضوع أنا ما بتابع الموضوع الرياضي بشكل مستمر يعني لا تعتقد أنه يعني أنا ما عندي القدرة الحقيقة لأن القصة شوي يبغى لها تفرغ في اختلاف في إدارة المعارك الرياضية الإعلامية ما بين تجربتكم في الشرق الأوسط في الجزيرة العربية يعني الهامش اختلف الجرأة اختلفت وعي الناس العاطفة زادت الآن ما بين يعني الإدارة ذلك الوقت عن السنوات الطويلة الماضية شوف أنا يعني أنا ما كنت محرر رياضي بمعناها أني أنا من حقي أقيم الوسط الرياضي أهل المهنة قصدي مش الوسط الرياضي اللي هم مشجعين لكن أنا يعني من مشاهداتي الشخصية أعتقد أنه لا it's okay الموضوع شوي تغير عندي كثير من ناحية أنه الكبرت وسائل الإعلام الرياضة هي الرياضة الأندية هي الأندية النشاطات اللي موجودة هي تقريبا ما بقول أكثر ولا أقل ولكن الاهتمام الرياضي موجود حتى قبل 30 سنة هو نفس الاهتمام الرياضي اليوم اللي تغير في موضوع الوسائل الإعلامية صار في كم هائل وسائل إعلامية صار في كم هائل من وسائل التواصل الاجتماعي صار في كم هائل من السكان زرعت السكان أول 8 مليون اليوم نتكلم 24 مليون الغالبية الساحقة من السكان المملكة اليوم في منطقة الخليج بشكل عام بيهتموا بالكورة ودخل عليها شرائح في النساء الآن فيه نسبة يعني لا بأس فيها أيضا دخلوا من التعصب والقضايا الاجتماعية وطبعا فيه شوي فلوس زادت الفلوس في قصة الرياضة لكن التعصب كان موجود والحالات الغضب ما تغيرت كثير وجهة نظري لا بس تصحيح للمعلومة التاريخية أنت ما اشتغلت رياضة لا أنا ما اشتغلت لأنه كثير من الناس في ناس يقولون بديت الصحافة أنا بديت بداية هي الحقيقة يعني كانت مباراة مباراتين صح؟ لا ولا كانت ولا مباراة واحدة هي الحقيقة أنا في المدرسة المتوسطة كنت أسوي للإذاعة مقابلات صوتية سوينا مقابلات مع منتخب السعودي وقتها كان في الكويت بعد ما سويتها كان وكيل المدرسة محمد حسيني الله يطول عمره لسه موجود قال لي والله هذه مقابلات كويسة عندك 10 مقابلات عاملها صوتية روح بيها على جريدة الجزيرة اللي في شارع الناصرية روح بعتها عليهم بيسكلي ومن هنا بدأت الصحافة لكن رفض يدخلوني قسم الصحافة أعتقد قسم الرياضة قسم الرياضة الصحافة الرياضية ما كانت يعني كان في التكالب عليها كثير كان في اهتمام فيها من الصحفيين فأنا ما أعطيت الحقيقة الخيار بس هذا تصحيح علي لا تصحيح مهم لأنه تصحيح مهم اللي ذكرتنا كثير يقولون أنك ذكرتنا أنه أنت ومطر الأحمدي وعثمان العمير بديتوا صحافة تركستيري هلاليين متعصبين في الجزيرة لا أنا ما بدأت أبدا عثمان بدأ عثمان إلا كان رياضة ومطر كان عنده لقاء رياضة. سنوي مع الأمير عبد الرحمن بن سعود صحيح اللقاء صحيح. الموسمي كل سنة كان يسوي معه لقاء نعم أنا كنت حاتي زي حاتي اليوم أنا دائما ضيف عليهم يعني كان دائما طيب شو اسمه باقي تتابع الخيول طالما أنه في الرياضة خيولك اللي هديت من الأمير أحمد بن سلمان هي خيل واحدة ما هي خيول أول شيء كانت حامل طيب الفرس كانت حامل صارت يعني خيل وبعدها سلمتها لصالح حمادي وخذها بعد رد الخبر وسلمتها لأخونا صالح حمادي أي الحين على التقاعد خلاص أكيد يعني الخيول ما بتطول على خلي طيب بس لليوم لما في الفترة اللي كنت صديقا طبعا قبلها ومدير البتال شعرت في التعامل مع بتال أنه بتال عنده قدرات يعني غير الرياضة ممكن يعمل شيء مختلف أنا يعني أنا قلت له صراحة أنا وجهة نظري بتال مفروض يحول في الوقت المناسب طبعا اللي يشوفه بتال للأخبار السياسية لأن السياسة والرياضة من شافات الخلافات
أساسية في الموضوع السياسي، المتابعة اليومية أساسية. يعني الرياضة ما يصلح حقيقة أنك تكون في الرياضة وتغاب شهر وترجع مرة ثانية، ما تقدر تسوي الكلام. في العمل السياسي نفس القضية، في بعض الأنشطة الأخرى اللي خارج الموضوع الرياضي السياسي ممكن تغاب، تطلع في غيبوبة 3 أشهر 6 أشهر وترجع وما عندك مشكلة. يعني اثنين، تجربته هو في الحوارات الرياضية هي الحقيقة بامتياز هي عمل سياسي، وأنا ما عندي شك طبعا أنه لو حول على الرياضة الحب من السياسة على العمل السياسي أو الخبر السياسي أو الصحافة السياسية حيكون دوره كبير جدا، ونتمنى يعملها بعدين، بس الآن يعني يمكن مش وقت مناسب. خلنا نقول محتاجين الهلال يفوز، يكمل الفوز الهلال وبعدين نشوف. طيب في نفس الوقت عند هذه التجربة طبعا ميزات بتال كثير من الناس يعرفها، ولكن وش أكثر؟ أنا تحس أنا شارك ها؟ إيه بنشوف. ورانا سفر لدبي. إيه بنشوف الحين. إيش أكثر سلبية كانت تزعجك في العمل مع بتا؟ والله الرياضة فيها منافسة صعبة جدا بين مؤسسات. أنت بتقول مثلا قناة العربية، قناة العربية لا تبث مباريات ولا عندها حقوق لكل المباريات. مسابقات كثيرة معها. وبالتالي أنت عشان يكون عندك جمهور رياضي عملية صعبة جدا. هنا تصير الحقيقة الثقل ينتقل على أنه أستاذ بتال مش محاور رياضي، بتال هو رئيس القسم الرياضي، فهو مسؤول مسؤولية كاملة عن إدارة الناس، عن وضع استراتيجية على أنه كيف بيعالج مشكلة النقص اللي عنده، كيف يجلب جماهير مشاهدين فترة طويلة، وليس بالضرورة الحقيقة مشاهدين عربية هم مشاهدين رياضة على الدوام. نعم. هنا التحدي عنده الحقيقة. من يوم استلم بتال ونحن نعرف أنه جمهورنا تغيرت شرائحه، صار عندنا شرائح إضافية ما كانت موجودة في الأصل، يعني اللي هي نوعية الجمهور زادوا عددا نوعا وفي مناطق مختلفة. هذا بالنسبة لنا مهم جدا. أنا ما عندي يعني أنا ما عندي أي لما كنت في العربية ما كان عندي أي مسؤولية في هالموضوع، هذه مسؤولية أخونا بتالو اللي كان مسؤول عن قصة إدارة العمل الرياضي. خلوني بس في الهاشتاج في سؤالين الحقيقة مهمة. زميلتنا سارة الدراوي تسألك يا بتال على شقال رمضان، تقول لك كيف كان فطورك اليومين راحت؟ زميلتنا سارة بالفطور فطرت أني يومين. يعني أول شيء شكرا لعبد الرحمن مظهر زوج سارة هو اللي دعاني طبعا وعطفوا علي، فطروني يومين اللي جلست فيهم في دبي ودلتنا. الحين مرسلها تقول وش الفطور. أيوة العين طبعا نادين خليفة برضه تقول لكم يعني أنتم غريبين في الموافقة والرفض، كيف إيش كيف توافقون على اللقاءات وكيف ترفضون؟ أنا ما أعرف نادين خليفة يعرف عبد الرحمن. لا زميلتنا العربية يبغى تهرب السؤال جاوب. يعني السؤال واضح. أنا أبغى أتعشى وراي سفر لدبي. لا جاوب. إيش الموضوع؟ عموما بغض النظر ما أعرف يمكن هو وصف بس لحالة معينة، وصف لحالة. لكن والله أنا أشكرها ومسيها بالخير وكل زملائنا الحقيقي، في زملاء لنا كثير أمانة في العربية والإم بي سي. سارة لا تقدر تستعرض بأننا فطر، ترى اللي مفطرنا عبد الرحمن مظهر. أي شكرا لعبد الرحمن. عاد أشوف الإدارة. بس بالنسبة لزملائنا اللي في العربية والإم بي سي أشكرهم الحقيقة على تفاعلهم معك يا بتال أولا مع البرنامج. بعضهم عندهم آراء وبعضهم عندهم أسئلة سألنا بعضها في خلال اللقاء، فأنا أعتذر كثير لأنه اليوم قلت لكم ترند كان الهاشتاج أهل رمضان، بالتالي محبيه وكارهيه كثر، فبالتالي طبيعي. خلنا نسأل سعد الرحمن عن هالموضوع. أنت كيف ترى هذه الصورة لأي إعلامي أنه دائما، طبعا يمكن عندك تجربة شخصية في الموضوع، يمكن عندك تجربة من صديق لاحظتها، كثير من الإعلاميين يتساوى كارهوهم مع محبوهم أو تجد النسبة يعني متقاربة، كيف يمكن تفسير هذا؟ هل هذا له علاقة بقدرات هذا الشخص، قدراته مهاراته الإعلامية، أو له علاقة بأشياء أخرى؟ شوف المشاهدين ده يعني على حق الحق سواء في الحب ولا في البغض بشكل عام. إنه وأسوأ شيء اليوم اللي ما حد يعرفك أو يهتم فيك، ما حد يكرهك أو ما حد يحبك، هذا أسوأ شيء. إذا ما عندك كارهين عندك مشكلة، معناها أنه كله صف واحد ونوع واحد. يعني كارهين معناها اللطيف، مش معناها السلبي يعني. مش معناها العدائي، مش العدائي ومحبيك طبعا عادة هو جزء، ما بقول مناصفة، بيطلع عندك 10% ضدك أو 70% ضدك أحيانا في مناسبات معينة،
وزي الترند الأمور تتغير يعني. لكن اللي ما عنده محبين ولا عنده ناس عندهم خلينا نسميهم كارهين بعبارة الأخرى ما هو شخص ناجح. وأسوأ يوم أنه اليوم اللي واحد ما يكون عنده أحد يحكي عنه في هالمهنة. فالبرنامج، المذيع، اللعب الكورة طبعا، أي واحد الحقيقة في الواجهة العامة لازم يكون عنده هالوجود كله. بس أنا أرجع على موضوع سمعته وأنا كنت جالس يجهزوا لي المايك والشغلات، كان بيحكي بتال على موضوع سامي الجابر. طبعا يعني أنا لازم أباعد بيني وبين بتال موضوع سامي الجابر بالذات في هذا الموضوع. سامي الجابر أول ما نتكلم عن المشكلة يعني، لا المشكلة موضوع ثاني ما له علاقة. سامي الجابر ما في شك يعني هو من ظلم اتهامه أنه ما هو مدرب جيد، لأنه ما أعطي الفرصة الحقيقة يحكم عليه أنه ما هو مدرب جيد بالطريقة الكافية. من ناحية من الناحية الثانية يعني كل الناس كانت تتكلم على المدربين السعوديين السابقين ناصر الجوهر وغيره والآخره، ولما صار سامي الجابر اللي هو الحقيقة مش كان لاعب سابق فقط، كان أيضا إداري ممتاز حتى في وقته، وكان نشيط على مستوى العمل الداخلي في داخل نادي الهلال وبقيت وحتى في داخل الرعاية بشكل عام، وهو رجوعه الحقيقة من أذكى اللاعبين اللي عرفتهم الرياضة السعودية. أنا ما أدري عاد بالتالي يختلف معي ولا أنا أعتقد سامي إذا في خمسة يعني لما في شك كلاعب ما في شك لا حتى كشخصية مو كلاعب بس في ثقافته العامة في قدراته في تعامله مع الملاشية اللي حوله، أنا أعتقد سامي الجابر من أذكى وأهم الناس اللي دخلوا الرياضة السعودية. نعم يعني إحنا نختلف معاه في قضايا رياضية معليش، حتى لو كان مدرب وخسر مباريات يعني كل مدربين يخسروا. أعطيني مدرب واحد يعني عنده سجل مو في يعني. فأنا يعني حبيت أبعد نفسي بيني وبين بتال. أي تختلف عن ذلك أنا. تختلف معاه في بتال. لا خليني بس أنا يعني عن الرياضة. بس سامي كان غلطان على بتال في قصة الخلاف اللي حصل. هذه ما فيها نقاش. أيوة هذه برضو تفهمها. اللي هي حلقة السنترة ولا غيره؟ لأنه سامي موضوع إيش؟ حق أبو موضوع المشجع. موضوع مشجع. أي لا هو شوف الحقيقة يعني سامي غلط، يمكن غلطيه ثلاث غلطات، بس هي كان في ظروف ضغوط أنا أعتقد على سامي وكان في تحريض على بتال عند الناس الموجودين اللي في الساحة الرياضية وفي الإعلام الرياضي، وأعتقد هذا أثر على أخونا سامي بدون وجه حق. بتال فعلا شوف يعني أنا يعني أختلف مع بتال في الرياضة، أختلف معه في الألوان كويس، وما عندي شك أنه بتال عنده قدرة ممتازة جدا في التقييم الرياضي، لكن أنا أتصور في ذلك الموضوع تحديدا فعلا أول شيء المذيع والمحاور لا يعرف ماذا كان يدور في الفيديوهات تطلع، أنا متأكد منها لأنه مدير محطة وأنا ماني خصم لسامي ولا بالعكس ما بين بينها كذا. هذه غلطات هوا تصير غلطات وفعلا ما هي مقصودة، وأنا متأكد سامي حتى لو ما رد عليها ما صارت حتى لقضية ولا موضوع ولا شيء. نعم بس هو أساء ظني أنا سيد عبد الرحمن. بس الناس تسأل ما أنك موجود لأنك أنت معي تطلع معانا في برنامج ومعي على العالم. لا ما يعني ما اوكي اذا عندي شيء احكي فيه طيب يعني. لا اذا موافق اعلنها على الهواء. لا لكن بسال هل عبد الرحمن راشد سيعود للاعلام مره اخرى؟ هو في الاعلام انا جاوب بالنيابه لاني انا اللي داعي. لا هو تعرف ليش يجاوب؟ لانه اخذ مني وعد انه ما يطلع الحوار خارج، وانا اقدر هذا الشيء. صحيح لا يعني لكن انا عندي شهوه الصحفيه. لا هل ستعود؟ هو الموضوع يعني والله انا اكثر واحد اتمنى استمع لحوار عبد الرحمن هو طرفه. لا وانا كذلك اتمنى، ولكن لا المشاهدين اي المشاهدين اكثر، وهو لو مكاني ما راح يفوت الفرصة. فأنا بس هل ستعود الإعلام مرة ثانية؟ أنا ما طلعت من الإعلام، أنا يعني اللي كنت مسؤول عن مؤسسة اللي هي العربية 10 سنوات. 10 سنوات يعني كأنك تسوق سيارة في الهايوي في الطريق السريع 10 سنوات، ما تغمض عيونك يصير لك حادث كويس. في هالحالة ذي أنت ما عندك خيارات كثيرة حقيقة أثناء العمل، لازم تطلع برا الزحمة وتأخذ نفس وتريح وتشوفها. هذا من ناحية. اثنين، أنا عندي طبعا التزاماتي مستمرة اللي هي حاليا عندي 4 مرات في الأسبوع تقريبا أكتب في الشرق الأوسط رأي يتطلب مني قراءة واهتمام إلى آخره، وهذه كمية كبيرة من الإنتاج ككاتب. عندي طبعا إنتاج شركة إنتاج وثائقيات، وعندي عاطفة لموضوع الوثائقيات، عندي اهتمام شخصي فيه، أحب الحقيقة موضوع الأفلام الوثائقية. صحيح أنه بطيئة جدا ممكن تأخذ منك سنة كاملة، بس فعلا تشعر انه انت تقدم عمل مميز نوعيته معينه.
ممكن تعمله وتقدر تعمله في الأشياء السريعة. لكن يعني احنا لسه في تستمتع بالمقال ولا بالأفلام الوثائقية أكثر؟ كلها تكمل بعض يعني العلاقة يعني في الوثائقي ياخذ سنة تخلصه، المقال تخلصه يوم واحد. على المستويات سياسية إعلامية في هذه الفترة يتعلق بين السعوديين والعربية، متفائل؟ ما فهمت. متفائل بالوضع، بالتغييرات، ب اي شوف يعني تتكلم انت متفائل على الازمات في المنطقه، بتتكلم على الوضع في المملكه تحديدا، تتكلم على يعني انت لازم تكون شوي دقيق معي عشان ارد عليك بشكل دقيق. لا انا اتكلم عن السعوديه، التغييرات السياسيه اللي صارت. هو ما في هو صار في اداره جديده، خلص بيها الحكم زي الشركات، في اداره جديده، في مجموعه جديده الان. بس لسه الحقيقه المملكه يعني مرت ب مش فقط عهد الملك عبد الله يرحمه ولا حتى الملك فهد، اتكلم حتى من عهد الملك فيصل قديما جدا الى منتصف السبعينات. من بعده التغييرات بطيئه وجزئيه، جزء هنا جزء هناك. تستمر الامور كما هي، وهذه الحقيقه يعني في النهايه الدول زي الافراد، الدول الخلايا تحتاج تجديد فيها دائما. الدول تكبر، المملكه كبرت، الناس كبرت ايضا، الحاجات تطورت، التوقعات تغيرت. فأنا متفائل كثير جدا، أنا أعتقد أنه في سرعة في اتخاذ القرارات، في قدرة على أنه واحد يأخذ قدر مهم من المغامرة، وأنا أعتقد هذه أشياء إيجابية بكل تأكيد. نرجع للرياضة علي بس يلا ترى وقت أنت بعد انتهى وقتنا خلاص بس هذا بعدين لا بس ترى عبد الرحمن قبل عبد الله المساعد، أنت سألتني عبد الله المساعد، الأمير عبد الله المساعد وممكن يتكلم عنه سواء يعني كمؤسسة رياضية يعني لا يعني التقينا مرتين ثلاث يعني التقينا مرتين ثلاث ودخلنا مفاوضات طبعا ترى أقدر أقول لك متى بس إنه راح يتعرض مع شغلة قلتها بالمحاكمة لا 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 التقيناه يعني تتكلم عن عبد الله عبد الرحمن التقى لوحده لا الأمير لا 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 يعني عبد الله المساعد متاح للجميع يعني ما فيها أسرار عملية بس إنه هو الحقيقة يعني أنا قابلته في ظروف معينة العلاقة بالإم بي سي وهذه ولكن أنا أعتقد الرياضة في المملكة عندها مشكلة قديمة وسيئة جدا 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 كل أمانة. هي مؤسسة غير متقدمة، يعني اللاعبين متقدمين عليها، المشجعين متقدمين عليها، الأندية متقدمين، الإعلام ممكن، الإدارة الرياضية إدارة متخلفة معناها الحقيقي. أنت تروح اليوم تشوف الإدارة الرياضية بريطانيا في أمريكا تشوف إدارات متقدمة، تروح إدارة الرياضة في المملكة إدارة متخلفة جدا، متخلفة عن كل الأجهزة الحكومية الأخرى. وهذا شيء غريب لأن الرياضة بتكون شباب، المفروض تكون الحقيقة يعني من الأجيال القديمة. طيب ليش الرياضة تأخرت؟ يعني أنا أعتقد ممكن نحكي فيها ست ساعات، لكن أنا أتكلم من الناحية الإدارية. عبد الله مساعد عنده رؤية، كل هذه مش مهم، في كل واحد عنده رؤيته في النهاية. عبد الله مساعد عنده متابعة ومعرفة شخصية بموضوع الرياضة في دول متقدمة تحديدا في الولايات المتحدة، يعرف كيفية الرياضة تدار هناك. احنا ما تكلمنا عن هنتكلم على الإدارة الرياضية. انت كيف تدخل 10 ملايين مشجع سعودي اليوم وغيرهم في الخليج، تدخلهم في منظومة كاملة. انا اعتقد هذه مسؤولية كبيرة عند عبد الله، اظن عنده قدرة يغير الوضع تماما. نعم احنا وقتنا انتهى. انا بشكر بس الاستاذ عبد الرحمن راشد، الشكر يعني المره المليونه، شرفني قبل الدعوه. السحور فيك يعني ما تحاول. لا الحين يعني على ما نوصل دبي يكون اذن. اي لا بعد ما نخلص ناكل بطريقه يعني اشهى واكثر جراه. الحقيقه انا اشكرك بتال، شكر عميق على حضورك واتمنى لك التوفيق. شكرا. وانت من الناس المحفزين لزملائك في المهنه على العمل المهني الجريء. شكرا علي، واتمنى يعني حتى اللي ضايق اي شيء من ارائي في البرنامج سامحني، ولكن ارجو ان يتقبلها في حدود الراي والراي الاخر. ابدا لا تمثل الشخصيات، كل من ذكرت اسمه في حوارنا الليله له كل الاحترام والتقدير كشخص، انا اتكلم عن ادوار. نعم. ادوار فقط. نعم. كاشخاص لهم كلهم الاحترام والتقدير. نعم استاذ عبد الرحمن انا اشكرك. الله يخليك. شكرا. وانا اشكر الشكر بالغ. نعم شكرا. من هنا الى الرياض اشكرك، وانت يعني ايقونه نجاح في الاعلام السعودي كبيره، وان شاء الله عساك تطيعني حتى لو تشاور مع نفسك تكون معي.
كيلة وقتها إن شاء الله. نعم. كيلة وقته. نعم. شاكلك باعتذار. نعم. شكرا لك. أنا الحقيقة أشكركم أنتم لأنكم تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا دائما في أهلا. أشكر الحقيقة صديقي وزميلي الأستاذ تركي الشبانة مدير عام قنوات روتانا على الاستثناء اليوم تمديد الوقت ترى 15 دقيقة. شكرا تركي دائما تلعب مان تو مان معي. أنا أقدر لك هذا الشيء. نلقاكم غدا ضيفتنا في لغز تابعوها غدا يا أمان الله.